نبقى مع أخبار الحج، حيث تتعاون قنصلية مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية مع بعثة الحج البحرينية في تدليل كافة سبل الراحة والخدمات للحجاج في مكة المكرمة، خاصة في هذا اليوم بمشعر عرفة التي تكون فيه عملية التفويت صعبة. كما وضعت القنصلية العامة جميع إمكانياتها تحت تصرف بعثة الحج البحرينية، مؤكدة أنها ستساهم مع الحملات البحرينية في إنجاح هذا الموسم كما في السنوات الماضية، من خلال التزامها بنظم وتوجيهات وتعليمات الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية. مع بداية موسم الحج كانت القنصلية العامة على أتم استعداد لاستقبال حجاج مملكة البحرين، حيث كانت بمقدمة مستقبلينهم في مدينة الحجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومن ثم قامت القنصلية بترتيب مكتب في مدينة مكة للقيام على للسهر على راحة الحجاج، ويؤدي خدمات القنصلية اللي يحتاجها الحاج البحريني. واحنا الحمد لله اليوم متواجدين في مشعر عرفات، ومن خلال زيارتنا للحملات وزيارتنا للحجاج البحرين الحمد لله لم نرصد اي حال غير طبيعية، وجميع حجاج مملكة البحرين متواجدين اليوم ويؤدون مناسكهم في أمن وأمان وطمأنينة، والحمد لله كل خدمات متوفرة وموجودة إن شاء الله.